حسنين الرمل حساوي أبن عن جد مولود في الحسا، وعشت وترعرعت في الحسا الجميلة بين أحضان الطبيعة، بين النخيل، بين الأشجار الحلوة. درست جميع مراحل الدراسة في الحسا، وأيضا تخرجت بكالوريوس تربية فنية من كلية المعلمين بالأحساء. عشنا فيها أيام جدا جميلة ومارسنا أكثر من نوع من الفنون. بالمرحلة الابتدائية للأمانة كنت بالذات لو بنتوجه لحصة التربية الفنية، من حسن حظي درسني الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد السبت الله يحفظه، وكان لما يدرسك فنان ومجرد معلم فتلاحظه يهتم جدا بالجوانب الفنية، ولذلك في عندنا كان تركيز على الألوان مثلا، كان تركيز على جودة الرسم، كان في تركيز على التنويع في الرسم والأعمال الفنية بشكل عام. أنا كما كان يستهويني الرسم كانت تستهويني ربما الأعمال الفنية أكثر مما يجذبني الرسم لها. في المرحلة المتوسطة، ربما كانت مرحلة مفصلية دراسية، لأنه درست في المتوسطة الحديثة كانت موجودة قبل، الآن ألغيت طبعاً قبل يمكن 10 أو 15 سنة ألغيت. الميزة كان في المتوسطة الحديثة كان يدرسون فيها مواد إضافية من ضمنها الزراعة، من ضمنها النجارة، من ضمنها الرسم الهندسي. فلما مارسنا في ورشة النجارة أعمال الخشب، وأيضاً كان الوالد رحمة الله عليه في الإجازات يخلينا نشتغل إحنا عياله كل واحد في مكان ما، فكنت أنا أشتغل في ورشة نجارة من صف السادس والمرحلة المتوسطة بداياتها، فهذه أثرت. كنت تستمتع بالخشب، تشوف جماليات الخشب، تشوف ألوان الخشب، تشم ريحة الخشب اللي كان لكل نوع رائحة مميزة جداً. اتفقت أيضاً مع المرحلة المتوسطة ودراسة النجارة اللي كنا نتذكر فيها أشياء كثيرة بصراحة. صنعنا كراسي، صنعنا أسرة، صنعنا دواليب، وكان للأمانة المعلم متميز، كان معلم مصري الله يذكره بالخير، علمنا أشياء كثيرة وكان يهتم جدا بالسلامة، إلى درجة في كلمة كان دائما يردده يقول احترم العدد تحترمك، والآن هذه أنا كلمة أرددها في كل دوراتي اللي أقدمها حالياً.